باستوديوهات العراقية الرياضية أحييكم، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ونبدأها مع أبرز العناوين. باختبار ودي ثاني، الأسود الرافدين يواصلون تدريباتهم تحضيرا للقاء أوزبكستان. منتخب الشباب يتلقى خسارة كبيرة بخماسية أمام نظيره القطري وديا. الكعبي وعلياوي يباركان إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية. يواصل المنتخب الوطني بكرة القدم تدريباته على ملعب الاتحاد في دبي تحضيرا لمباراة أوزبكستان الودية، ويبذل أسود الرافدين جهودا كبيرة للظهور بمستوى أفضل مما قدمه في مباراة الأردن يوم الخميس الماضي والتي انتهت بالتعادل السلبي. ويخوض أسود الرافدين معسكر في دبي تحضيرا للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. إذن للحديث أكثر عن استعدادات أسود الرافدين انضم معنا عبر سكايب المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيز. مساء الخير كابتن باسل. مساء الخير عليك أختي العزيزة وعلى كل المشاهدين. أهلا بك. إذن أبدأ معك عن استعدادات المنتخب الوطني ومواجهة أوزبكستان المقبلة، كيف هي الاستعدادات الآن؟ في البداية تعرفين يعني بأنه حوالي سنة لأول مرة يجتمع المنتخب الوطني العراقي بعد جائحة كورونا اللي أبعدت اللاعبين عن المستطيل الأخضر. المباراة الأولى كانت مع أخواننا الأردنيين، فعلا أنه المباراة كانت رتيبة ويعني ما ظهر اللاعبين بمستواهم المعهود، وهذا حقهم الطبيعي، أعتقد طبيعية جدا في هذا الشيء. بس بعد المباراة انه سيد المدرب كثف التدريب وكثف المحاضرات وكثف ايضا المشاهدات مباريات اوزبكستان. نعم. وان شاء الله غدا يكون الاختبار الثاني وان شاء الله نشوف المنتخب الوطني بصوره احسن. صحيح يراد له وقت بس المهم البدايه جيده، انه في هذا الشهر عندنا مبارتين مع الاردن واوزبكستان. نعم، إذا نتحدث عن قائمة المنتخب الوطني، هل هنالك غيابات في هذه القائمة؟ من المستعد أكثر؟ الغيابات يعني هي واضحة، أنه أحمد إبراهيم ومحمد رضا بعدهم في الحجر الصحي، عندنا 19 لاعب وإن شاء الله نخوض المباراة القادمة غدا مع أوزبكستان بهؤلاء اللاعبين. نعم، بالتالي هل تم إجراء جميع الفحوصات فيما يخص فيروس كورونا وعلى استعداد التعامل مع كل الإجراءات الموجودة في الملاعب؟ أكيد، يعني اليوم أجرينا الفحص الأخيرة، هاي رقم 4 أعتقد، فاليوم أجرينا الفحص وإن شاء الله في المساء تظهر النتائج الكلية للفحوصات لجميع أعضاء المنتخب الوطني. طيب لو تحدثنا عن المعسكر الآن التدريبي للمنتخب الوطني، بالتالي هل حقق الفائدة للمنتخب؟ أكيد يعني فائدة كبيرة، بداية أعتبرها جيدة للمعسكر، وإحنا نفس الوقت أنه نحاول أنه نعمل مباريات حتى في الشهر القادم إن شاء الله تكون مباراة، نحاول بجهد كبير. حصلنا مبارتين او اشتراكنا في دوره في الامارات تكون من 4 فرق في شهر الواحد من يوم 9 والمباراه الاولى ويوم 12، وبنفس الوقت عندنا اتصالاتنا مع المنتخب الروسي. نعم. ان شاء الله يكون ايضا في الشهر الواحد بنهايه شهر الواحد مباراتنا معه، وطلبنا المباراه تكون في بصره العزيزه. نعم، بالتالي كابتن باسل أنت تحدثت عن المستوى الذي قدمه المنتخب في المباراة السابقة، وأيضا الجمهور أشكل ببعض السلبيات للمنتخب، هل سنتجاوز السلبيات
في المباريات المقبلة؟ أكيد يعني سلبيات طبيعية جدا بعد ترك اللاعبين حوالي سنة ابتعادهم عن الملاعب، فهي مسألة طبيعية، وإن شاء الله يعني في هذه المباراة تكون أحسن، فكل ما تكون المباريات نكثف المباريات أكثر وأكثر، هو إن شاء الله المستوى الحقيقي يظهر بها اللاعب. فمباراتنا القادمة مع أوزبكستان، أوزبكستان منتخب جيد، فإن شاء الله اللاعبين أنهم مصممين أن يقدمون مباراة تليق باسمهم، إن شاء الله تكون يعني صحيح أنه بدايتها ما تكون يعني مثل ما احنا شايفين المنتخب الوطني بالعام الماضي، بس انه بدايه جيده، انه تدريجيا تكون للاعبين فائده كبيره. نعم، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. شاركتنا عبر سكايب المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كورتيز، شكرا جزيلا لك. إذا نكمل هذه النشرة. إذا أكد لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم همام طارق أن لاعبي وسود رافدين يسعون إلى تحسين صورة الفريق أمام أوزبكستان، وقال طارق أن المنتخب الوطني خاض مبارياته الودية الأولى أمام الأردن بعد جائحة كورونا، لذلك لم يظهروا بالشكل الذي كانوا يسعون إليه. وأوضح أن التحضيرات متواصلة لخوض مباراة أوزبكستان الودية، حيث يسعى الفريق لتحسين صورة المنتخب أمام الجمهور العراقي واللعب على الفوز لإسعادهم. خسر منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم بخمسة أهداف مقابل هدف واحد أمام منتخب شباب قطر في المباراة التي أقيمت بينهما على ملاعب أكاديمية إسباير في الدوحة، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في أوزبكستان بداية العام المقبل. وانتهى الشوط الأول بتقدم العنابي بثلاثة أهداف نظيفة قبل أن يسجل القطريون الهدفين الرابع والخامس بالشوط الثاني، فيما سجل هدف منتخبنا الوطني للشباب لاعب زين العابدين قحطان من ركلة جزاء. وكان منتخبنا الوطني للشباب قد تعادل في المباراة الأولى أمام المنتخب القطري سلبيا الخميس الماضي. بارك السيد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب إجراء أول انتخابات لاختيار رئاسة وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، وفي ظل قانون اللجنة والذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا. وأشاد الكعبي في بيان له بعملية اختيار رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية اعتمادا على قانون اللجنة المصوت عليه مؤخرا من قبل مجلس النواب بعد مضي 16 عاما عن هكذا نوع من الانتخابات الشفافة داخل هذه المؤسسة الرياضية المهمة. وتقدمت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب ممثلة برئيسها النائب عباس علاوي بأصدق عبارات التهاني والتبريكات للأعضاء الجدد الفائزين بثقة الهيئة العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية. وأكدت لجنة الشباب أن اللجنة الأولمبية تقف أمام تحدي آخر يتمثل برسم خارطة رياضية أولمبية تهتم وتعتني بالمواهب وصقلها والسعي لوضع برنامج عمل واقعي بالتعاون مع الكفاءات والشخصية الرياضية. وإن المسؤولية الملقاة على عاتق المكتب التنفيذي تعد مسؤولية جسيمة تتطلب جهدا وعملا وإخلاصا في سبيل النهوض بالرياضة الأولمبية.
وبعد انتهاء انتخابات اللجنة الأولمبية بكل ما شهدتها من إجراءات، ولد مكتب تنفيذي جديد يتخلى عليه أن يتخلى عن الثأر والانتقام ويمسك بدفة قيادة الرياضة نحو شواطئ الإنجاز. لنتابع. فلنقنع أنفسنا ونصدق الشعارات التي تشير إلى أنها الديمقراطية، رغم أن كل ما ورد في مفاصل الأحداث لم يؤكد وجودها فعليا. مشاهد انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية لا يمكن لأي عاقل أن يلغي الاصطفافات والتكتلات، وهي جزء من اللعبة الانتخابية، اتفاقات وبيع وشراء، تهديد باستخدام أوراق ضغط على الناخبين لإجبارهم على التصويت لهذا أو ذاك، دعاوى قضائية، قيود جنائية كانت مخبأة تحت تراب النسيان في أدراج ورفوف الأولمبية. الجميع يبرزها اليوم باختيار وقت ملائم لتتحول لسلاح تسقيط ضد الآخر. أما الإعلام فأسوأ حال كان حاله، إذ لم يسمح له بأن يكون شريكا أساسيا كما كانوا يقولون بملء أفواههم. تجمهر الإعلاميون خارج قاعة المؤتمر ولم يسمح لهم إلا بتصوير فرز الأصوات بقرار من القضاة المشرفين على الانتخابات، وكأنها جريمة، متناسين أن هذا التصرف أساء للديمقراطية ويمكن أن يكون أمام مرأى الرأي العام ويعكس صورة بائسة عن التعامل مع الإعلام. صناديق الاقتراع قالت كلمتها أولا وأخيرا، وحصل كل على كم الأصوات، منهم من ارتقى وبلغ دفة القيادة ومنهم من غادر خاسرا. اليوم وبعد الفوز الكل يشير بأصابع الاتهام إلى رئيس اللجنة الأولمبية السابق رعد حمودي، حتى من كان معه بالأمس وهو جزء من القرار والتصرف، واليوم وبالعلن يقولون حمودي مو ابننا. اليوم يبدو حمودي وكأنه كان يعمل بمفرده ولوحده، وإن كان ذلك واقعا ملموسا فأين كانت هذه الأصوات؟ لما لم يتحدث أحدهم عن فساد إداري ومالي، فيما لم يتطرقوا أبدا إلى الإنجاز الغائب في رياضة الإنجاز العالي؟ وفي خضم كل هذا وبعد تسمية المكتب التنفيذي الجديد، على الجميع أن يطوي صفحة المهاترات والمنابزات والتراشق، وأن يتخلى عن الثأر والانتقام والاتجاه لتوجيه دفة الرياضة إلى شواطئ النجاح والإنجاز وتطوير العمل الرياضي، حتى يمكن لنا أن نكون منافسين لا مشاركين، رغم أن هذا لا يقتصر على تخطيط المكتب التنفيذي الجديد فحسب، بل يحتاج إلى دعم حكومي وإعلامي وجماهيري. عدي حاتم، العراقية الرياضية. وتنطلق اليوم مباريات الدور 32 من بطولة كأس العراق بكرة القدم وعلى مدى 3 أيام، إذ يجرى اليوم لقاء واحد حيث سيلاعب فريق بابل فريق الحدود، بينما تجرى يوم غد ثلاثاء 8 لقاءات، وتختتم يوم الأربعاء لقاءات هذا الدور ب7 مواجهات، وستلعب فرق الدور الممتاز هذا الدور خارج قواعدها بحسب النظام الداخلي للبطولة. ويواصل فريق النفط بكرة القدم تحضيراته لمبارياته في الدورة 32 من بطولة كأس العراق. لنتابع. توقف الدوري يمنح فرصة للكأس بأن يمتلئ من جديد ليرتوي منه الجميع من خلال الاختلاط بين الدوري الممتاز والدرجة الأولى. النفط يستعد لذلك لمواجهة فريق الأثير. بطولة الكأس حالها حال بطولة الدوري، نطمح ان نكون من الفرق، من يعني نكون بطل هاي البطوله. نواصل تدريباتنا بشكل مستمر وان شاء الله التوفيق للجميع ان شاء الله. مستعدين استعداد جيد لمباراه الكاس، اكيد نعوض مباراه الدوري اللي خسرناها الاخيره مع مات بغداد، وان شاء الله نطمح نوصل بعيد بالكاس. 3 مواجهات خاضها فريق النفط في منافسات الدوري، نوع في النتائج، انتصر في الأولى أمام الصناعات، وتعادل في الثانية أمام الزوراء، وخسر في الثالثة مع أمانة بغداد، نتائج يراها المدرب يحيى علوان بأنها طبيعية. كرة القدم هي
طبعها يعني أنا فترة خبرة عندي يعني ما مر الفرق كلها، الفرق الجماهيرية، الفرق القوية، الفرق الكبيرة، الفرق العالمية. من تجي انت مرات تكون يعني اللاعب هو مسيطر ياخذ ثلاث نقاط، هنا المفاجأة. لذلك شوف اللعبة اللي قبلها ويا الزهراء يعني قدم الفريق أداء رائع، لأنه راح يلعب ويا فريق قوي، فهو محسب حسابه كإعداد نفسي عالي بداخله. إن شاء الله نكون مباراة من صالحنا، نعمل ما يريد الإدارة وكاد تدريبي وأيضا الزملاء إن شاء الله ما يقصرون. هاي المباراة نلعبها مع دوري كاس، بعد تطلبنا مباراة بزاخو. بطولة الكاس عادة ما تقدم فرصة للشباب والذين لم يشاركوا بشكل أساسي مع أنديتهم في منافسات الدوري، إضافة إلى أنها تحمل عنصرا مفاجئا بسقوط الكبار أمام الفرق المتواضعة. أحمد ياسين، العراقية الرياضية. أجرى فريق الكارخ وحداته التدريبية الأخيرة استعدادا لمواجهة الهندية في الدور 32 من بطولة كأس العراق بكرة القدم. لنتابع المزيد. جدية وتحدي، أمرين ثابتين بنهج فريق الكرة بنادي الكرخ الذي ما أن تشاهد تدريباته حتى تتضح لك الصورة أن نصيب الكناري في مسابقات كرتنا مستحقا لما يقدم من اجتهاد، وها هو يستعد لافتتاح مشواره بالكأس أمام الهندية بدور 32 وكأنه يستعد لمباراته النهائية. احنا كنا محظوظين، سوينا مباراة مع فريق بابل في ملعب الكفل، وبالتالي صارت مباراتنا بالكاس قرت في ملعب الكفل. يعني ممكن شفنا أرضية الملعب، أعتقد أرضية جيدة ومناسبة تقدر تلعب كرة قدم جيدة بها. أعتقد الفرق اللي راح تواجه فرق الدرجة اللي راح تواجه فرق الدوري الممتاز راح تبذل قصارى جهدها، وهذا شيء متوقع من الكل. يعني يستغلون هاي الفرصة للظهور الإعلامي لإثبات الذات، لإثبات أنهم فرق مظلومة موجودة في دوري المظاليم. يعني نتمنى أنه فريقنا يظهر بمستوى جيد حتى نجتاز المباراة، أكيد راح تكون مباراة صعبة علينا. هذا حطيناه في مفكرتنا ومفكرة اللاعبين، يجب أن نعدلها باهتمام يعني مثل ما نهتم في مباريات الدوري الممتاز. مواجهة خصم مجهول قد يربك حسابات الكرخ الذي يعرف أبناءه أن لكل بطولة مسارها، فتألقهم في دورينا لا يعني أبدا أن طريق الكأس سيكون معبدا. بالنسبة لمباريات الدوري طبعا تعرف مباريات الدوري والكأس مهمة تقريبا لكل الفرق، اللي يقدر يكون فرق مثل ما تفضلت أنت بالفرق اللي تحب تكون لك متواجد بهاي البطولات. فريق الكرخ أكيد يستعد لهذه البطولة حال الدوري، ما تفرق عندنا شيء، خاصة أنه تعرف المواسم الأخيرة قدمنا مستويات ممتازة بالدوري، والحمد لله بدأنا أيضا هاي بداية ممتازة، خلال ثلاث مباريات حصلنا 7 نقاط. نحب إن شاء الله ونتمنى بأن تكمل المسيرة. تعرف مباراة على ملعب تارتان، مباراة راح تكون الساعة 6 مساء، تعرف أيضا الجو راح يكون مختلف تقريبا، بس إن شاء الله الكادر التدريبي واللاعبين عازمين تقديم نتيجة ممتازة. إن شاء الله جاهزين مباراة الهندية، هي تكون يوم الثلاثاء إن شاء الله، وإن شاء الله نقدم مباراة حلوة تليق باسم نادي الكرخ. مثل تعرف هي أول مباراة تكون بطولة الكاس، وبطولة الكاس طبعا هي تفرق عن بطولة الدوري، الحسابات تختلف، مثل ما تعرف هي تكون تسقيط فردي فتكون حساباتها خاصة، وقدام فريق طبعا فريق محترم وإلى اسمه، وإن شاء الله نحاول نقدم مباراة حلوة ونصعد لدور 16 إن شاء الله بإذن الله. كأس العراق تعود لأدوارها الحاسمة، والاثنين والثلاثين قد لا يكون معبرا سهلا لأندية الدور الممتاز، أمر يعلمه الكرخ جيدا، فتسلح بثابتيه الجدية والتحدي. العراقية الرياضية، أرشد العطار. ونبقى مع أخبار بطولة كأس العراق، حيث أنهى فريق أمانة بغداد تحضيراته استعدادا لمواجهة الديوانية. التفاصيل مع أثير باقر. كانت النهاية مميزة له عندما حصد 3 نقاط ثمينة من خصم لا يستهان به، استغل فترة التوقف وحزم الحقائب اتجاه أربي لإقامة معسكر تدريبي يحافظ من خلاله على رتم الفريق ويشخص الأخطاء إن وجدت. أمانة بغداد الفريق الذي ترك البصمة الأخيرة له في الدوري العراقي الممتاز وأخذ يفكر في بطولة الكأس. أتمنى أنه نستمر يعني في بطولة الدوري وبطولة الكأس، المباراتين الأخيرة بطولة الدوري مع الشرطة مع النفط يعني بدأ يرجع الفريق إلى صورته الحقيقية بغض النظر عن النتائج يعني،
نتأمل أنه مباراة الكأس أيضا يستمر الفريق، مباراة مهمة بالنسبة لنا، يعني الكأس فرصة أحيانا أنه توصل بها إلى مراكز متقدمة بحكم نظام البطولة. هذا المعسكر اللي سوانا باربيلهام دافع معنا وأخذنا حصة زينة يعني بالمعسكر، فإن شاء الله راح يفيدنا في اللعبة المقبلة مع الديوانية، وأتمنى من الله عز وجل أن اللاعبين يكونوا بالمستوى المطلوب يأدون اللي عليهم. تحضيرات الفريق لا تقف عند حد معين، ويسعى إلى إثبات الذات وفرض هيبة الفريق خصوصا وإن مباراته الأولى سوف تكون أمام الأحمر الديواني الذي لا يقل خبرة وتفوق عن الأندية الأخرى، لذلك ارتأى الفريق العاصمي بتكثيف الوحدات التدريبية بغية تحقيق النقاط الثلاث والظهور بمستوى لافت. مباراة صعبة للطرفين، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه نتوفق بها المباراة. بعد مباراة الدوري والتوقف الصار الحالة النفسية الحالة المعنوية للفريق أفضل الحمد لله، فنتمنى أن نظهر بأداء مميز ويعني ونتيجة إيجابية تكون لنا بحيث نتأهل للدور الثاني. صراحة طموحنا نرتقي أكثر بالمربع الذهبي وصولنا إليه، لكن هذا ما يجي بالكلام، يجي بالتكاتف اللاعبين. فريق الديوانية فريق جيد ما نقدر نستهان به بعد استقطابات جيدة من المدربين، وتعرف كادر تدريبي جديد حاليا قيادة الكابتن قصي منير، فإن شاء الله إن شاء الله ثلاث نقاط تأهلنا لدور 16 إن شاء الله. قطع شوط في المباراة الأولى وتحقيق العلامة الكاملة يسهم في تقدم الفريق إلى الأمام، ويذلل جميع الصعوبات ويجعل التحدي منهاج الفريق في المباريات المقبلة. أثير باقر، العراقية الرياضية، بغداد. تمثل مدرب فريق نفط الوسط جمال علي ولاعب الفريق فيصل جاسم للشفاء بعد إصابتهما بوقت سابق بفيروس كورونا، وأجرى علي وجاسم الفحوصات الطبية ليتأكدا من شفائهما التام من الفيروس وليلتحقا بالفريق. وقاد جمال علي الوحدة التدريبية لفريق نفط الوسط فيما عاود جاسم تدريباته تحضيرا لمباراة كأس العراق والتي سيواجه من خلالها فريق الصناعة الكهربائية يوم غد الثلاثاء على ملعب الصناعة ولحساب الدور الثاني والثلاثين. عودت أكاديمية إسبانيول بكرة القدم في محافظة البصرة نشاطاتها من خلال إجراء اختبارات للاعبين، لنتابع. الانطلاقة الحقيقية تبدأ من الصغر، هدف تسعى إليه المنشآت التعليمية وتحديدا المدارس الكروية، ولا يختلف الحال في أكاديمية إسبانيول في البصرة، حيث الاختيار بشكل دقيق للمواهب وصقلها تحت إشراف مدربين أكفاء. لأول مرة في محافظتنا العزيزة تكون أكاديمية أوروبية تستوعب لاعبين من الأعمار من 5 سنوات إلى 15 سنة، طبعا بها معايير الأكاديمية أنه اللاعب يجب أن يكون لاعب طالب مدرسة ويكون متفوق بالمراحل الدراسية، أي تعثر بالمراحل الدراسية يبعد عن الأكاديمية، هذا دستور الأكاديمية. فترة من الفترات احنا يعني الفئات العمرية راحت من عندنا خاصة بالبصرة، اعتمدنا على اللاعب الجاهز، دائما ما نجيب لاعبين من خارج المحافظة، وهذا سبب لنا ارباك يعني خاصة بالأندية، وبالتالي حتى لاعبين اللي هم يعني راحت المواهب بسبيل انه جايبين لاعب جاهز، فاحنا لازم نكون اساس. لا يقتصر التعليم في هذه الأكاديمية على تطوير المهارات الكروية، بل يتم التوازن بينها وبين المحافظة على المستوى العلمي والاهتمام بالمدرسة. أضافت لي على المدرسة كثير من الأشياء، أولا الانضباط والأخلاق، وماكو واحد فوق الجميع، كنا لاعبين وكنا بنفس المستوى. تعلمت من هذه الأكاديمية الكثير من مهارات كرة القدم، منها الدربل، وكرة القدم هي حبنا، وعلموني أيضا الكابتن أحمد أديم والكابتن عامر جبر والكابتن علي باسل أن أحافظ على دراستي في المدرسة وأن أحافظ على كرة القدم. قلة المواهب الكروية في السنوات الأخيرة دفعت الأندية البصرية إلى الاعتماد على اللاعب الجاهز، وبعد انتشار الأكاديميات الكروية ستعود الأنظار على الناشئين. من البصرة، طارق الطربوش، العراقية الرياضية.
قرر الاتحاد العراقي لكرة اليد تحديد يوم الأول من شهر كانون الأول موعدا لانطلاق الدوري الممتاز للموسم 2020-2021. هذا ودعا الاتحاد جميع الأندية والتي أعلنت مشاركتها في المسابقة تسديد بدل الاشتراك لمعرفة العدد النهائي المشارك في الدوري، ليتسنى له تحديد مكان التجمع وإكمال قرعة مباريات المسابقة. حدد الاتحاد المركزي للمصارعة موعدا لانطلاق بطولة أندية العراق لفئة المتقدمين الحرة والرومانية، والتي ستقام في محافظتي تهوك وزاخو للفترة من 20 إلى 23 من شهر كانون الأول المقبل. وذكر اتحاد اللعبة في بيان نشره على حسابه بالفيسبوك أن موعد انطلاق البطولة سيكون في 20 ولغاية 23 من شهر كانون الأول المقبل، وستقام المنافسات في تهوك وزاخو. وشدد البيان الذي وجهه الاتحاد إلى الأندية على شروط البطولة ومن خلال الالتزام بالتعليمات والتوصيات التي فرضتها خلية الأزمة فيما يخص جائحة كورونا وتقديم كتب المشاركة معنونة إلى اتحاد المصارعة. اختتمت في محافظة بابل بطولة أندية العراق المتقدمين للعبة الكيك بوكسينج بمشاركة أكثر من 18 ناديا، وأسفرت عن فوز بلدية البصرة بالمركز الأول. لنتابع. بعد ثبات دام لأكثر من 8 أشهر على إقامة البطولات والفعاليات الرياضية بسبب ظروف الجائحة وغيرها، أقام الاتحاد العراقي المركزي بلعبة الكيك بوكسينج بطولة أندية العراق لفئة المتقدمين بمشاركة أندية العراق من شماله إلى جنوبه بواقع 180 لاعبا لإبراز طاقاتهم وتمثيل العراق في المحافل الدولية والعربية. بادرة خير يعني بعودة الحياة، عودة النشاطات الرياضية، عودة شبابنا إلى قطاعاتهم وهواياتهم. هذه البطولة جت بعد فترة طويلة من الركود وعدم المتابعة للرياضة بواسطة المشاكل اللي حدث عندنا اللي هي عن طريق فيروس كورونا. اجبرنا اللاعب اللي يشارك يجيب وياه فحص مال كورونا. القائمون والمشاركون في هذه البطولة أعربوا عن ارتياحهم للمشاركة فيها كونها تعيد الحياة للعبة وترفد المنتخبات الوطنية باللاعبين. شارك تقريبا 22 نادي من عموم العراق، ما يقارب 180 لاعب من المشاركين في البطولة. جينا من محافظة البصرة نشارك بهذه البطولة، تفاجئنا بهذا الجمهور وهذا التنظيم الحلو الرائع. نحن جينا بأربع لواعيب من الموصل، طلعنا لاعب واحد. بطولة ما شاء الله يعني لواعيب إمكانية. الفائزون من اللاعبين في المراتب المتقدمة مزجوا أمنياتهم بالفوز بتمثيل العراق في المحافل الدولية. البطولة فضل من الله، بلزت منها هواية طاقات، يعني إن شاء الله راح توفر من عندهم عدد كبير للمنتخبات الوطنية. استطعنا الحصول على المركز الأول في هذه البطولة، وإن شاء الله القادم أفضل في الاستحقاقات القادمة في الاستحقاقات الآسيوية والدولية، وإن شاء الله راح نكون قدها ونرفع اسم بلدنا. إقامة بطولة العراق بالكيك بوكسينج أبرزت العديد من الطاقات الشبابية الواعدة لرفد المنتخبات الوطنية والتي يمكن لها تمثيل العراق بالمحافل الدولية. من بابل، علاء الجراح، الرياضية العراقية.